الناس اللي عندهم ديون سابقة ومستفادين من الدفع بالتقسيط وما احترموش المدة، في هذه الحالة يمكن لهم أن يقوموا بدفع الاشتراكات الخاصة بهذه السنة. أما بالنسبة للديون وكذلك الديون المتعلقة بالدفع بالتقسيط للسنوات السابقة فهي تعاد الجدول نتاعها مثل ما تعاد جدولة الديون بالنسبة للسنوات الغير المدفوعة. بالنسبة للمستفيدين من هذه الإعفاءات على مستوى وكالة وهران للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بلغ عددهم إلى حد الساعة إلى حد اليوم 7275 مستفيد من هذا الإجراء.